السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عن الحياه والأرض اللي غادي نتابعوا فيها دراسه الفصل الثاني الذي خصصناه لتعبير الخبر الوراثي. كنا شفنا في فيديو سابق مجموعه من المفاهيم سمينا مفاهيم وراثيه، وقلنا ان المورثه تتحكم او تراقب الصفه، وبينما الحليل فهو يراقب شكل من اشكال الصفه اي المظهر الخارجي، على اعتبار أن الحليل هو أيضا شكل من أشكال المورثة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا العلاقة ما بين المورثة والبروتين والصفة، بمعنى أنه المورثة اللي كنشفناها سابقا تتحكم في الصفة، فهذا التحكم أو المراقبة هي غير مباشرة. لدراسة هذه العلاقة بين هالثلاث مفاهيم أو ثلاث مكونات، فكنقترح أن نقسمها جوج ديال الأجزاء. وغادي نشوفو الجزء الأول، العلاقة بين البروتين والصفة، بمعنى ما الذي يراقب الآخر. ثم في الجزء الثاني غنشوفو العلاقة مورثة بروتين، وبالتالي غنجمعهم وغتولي عندنا علاقة مورثة بروتين صفة. وغادي نبداو بالجزء الأول، العلاقة بروتين صفة. منين غادي نفهمو هذه العلاقة؟ غادي ناخدو مثال اللي غتشوفوه أيضا في الدرس، وهو مثال فقر الدم المنجلي. فهذا فقر الدم المنجلي هو عبارة عن مرض يصيب بعض الأشخاص اللي لديه أعراض خارجية، أهمها زرقة الشفتين وسرعة خفقان القلب والإعياء إلى غير ذلك. وبالتالي بغينا نبحثوا على السبب ديال هذا المرض، فلقينا بأنه خصنا ضروري نديروا مقارنة مع الحالة المرجعية. والحالة المرجعية أو الشاهدة هي شخص لا يشكو من أي مرض، وخاصة هذا المرض المدروس اللي هو فقر الدم المنجلي. فبالتالي غادي ناخذ الكريات الحمراء لدى هذا الشخص، وغادي نلقاو بانها عبارة عن كريات حمراء عادية. وكتعرفوا بان الميزة ديال الكريات الحمراء التي تميزها عن باقي الخلايا ديال الجسم، وهي عدم توفرها على النواة، وان هاد المناطق التي تظهر داكنة نسبيا وسط هذه الكريات الحمراء ما هي الا انخفاضات داخل هذه الكريات، والتي تجعل بأن هذه الكرية أهم ما يشكلها داخليا هي مشكلة فقط من بروتين خاص الذي نسميه الخضاب الدموي، وهو من النوع أو من الشكل HbA هيموغلوبين دو تيب A. وبالتالي هذه الكريات الحمراء أو ما يسمى فرنسية ليزيماسي، فهي تميز كريات حمراء عادية، أي أن الشخص الذي يحصل على هذا الشكل ديال الكريات الحمراء هو شخص عادي لا يشكو من المرض المدروس. في الحالة المقابلة غادي نلقاو كريات حمراء جديدة شكلها مختلف جذريا عن هذه الكريات الحمراء السابقة، وكتظهر عبارة عن أهلة جمع هلال أو أقواس أو مناجل صغيرة. فبالتالي هذا الشكل ديال الكريات الحمراء اللي قلنا انه منجلي نسبيا هو اللي عطانا التسميه ديال المرض فقر الدم المنجلي. فملي كنبحثوا عن البروتين الذي سيشكل هذه الكريات الحمراء الجديده، فكنلقاه ايضا هيموغلوبين بمعنى خضاب دموي، ولكن اس بمعنى من الشكل اس. اذا هناك اختلاف بين البروتين السابق والبروتين الجديد اللي هو الخضاب الدموي S أو HbS الذي يميز الكريات الحمراء من جلية الشكل. فبغينا الآن نعرفوا ما هي العلاقة بين الشكل ديال هذه الكريات الحمراء سواء من جلي أو عادي، والإصابة بمرض مدروس، والحصول على الأعراض اللي تكلمنا عليها سابقا. فغناخذ مثال اللي هو عرق دموي الذي سوف يتفرع في هذه المنطقة، وغناخذ شكلي الكريات الحمراء، كريات حمراء مفتحة عادية وكريات حمراء من جلية الشكل. لاحظوا الآن المسار ديال الكريات الحمراء عادية، فهي تمر بسلاسة نحو جميع الشعيرات والعروق الدموية والتفرعات على الأقل ديال هذا العرق الدموي، بينما الكريات الحمراء من جلية الشكل فهي يحصل لها تراكم على هذا المستوى، وهذا يمكن من الإصابة بالمرض المدروس. لماذا؟ لأن هذا التراكم يؤدي إلى توقف المسار أو المسير ديال الدم ومكونات الدم الأخرى. ما ننساوش أن الدم ما فيهش فقط غير الكريات الحمراء، فيه مواد القيط وفيه خلايا أخرى اللي هي لازمة لحياة الكائن الحي. إذا هناك علاقة بالتالي جوهرية بين الخضاب الدموي الذي يشكل هذه الكريات الحمراء ومدى سلامة الشخص من المرض المدروس. فقلنا أن الخضاب الدموي هو نعتبره فقط
بروتين، والبروتين كما كتعرفوا بأنه هو سلسلة من الأحماض الأمينية. وبالتالي التساؤل اللي كيبقى عندنا وهو ما هو السبب ديال الإصابة بهذا المرض؟ السبب بسيط وهو تغيير شكل الكريات الحمراء من شكلها العادي إلى الشكل المنجلي، والذي أدى إلى هذا التغيير في الشكل ديال الكريات الحمراء هو ببساطة التغيير ديال الشكل أو نوع هذا الخضاب الدموي. وبالتالي نقول بأن تغير البروتين أدى إلى تغير الصفة، الصفة المدروسة الملاحظة وهي شكل الكريات الحمراء، إما أن تكون عادية أو أن تكون منجلية. بطبيعة الحال التغير ديال الصفة اللي هي شكل الكريات الحمراء سوف يمكن من الإصابة بفقر الدم المنجلي، اللي هي ممكن اعتبارها أيضا صفة وهي ملاحظة على الشخص خارجيا بفعل الأعراض التي يبرزها. لكن للتعرف عليها ودراستها فقمنا بعملية قياسية، بمعنى أننا قمنا بمجموعة من التحاليل على دم هذا الشخص، وفي حالتين هذا هو التعريف ديال الصفة، بمعنى إما أن تكون ملاحظة خارجيا أو يمكن أن تكون مقاسة بمعنى معايرة داخل الجسم. ما هو الاستنتاج الأساسي اللي نوصلوا له هنا؟ ما الذي يتحكم في الآخر؟ يظهر بالتالي أن البروتين هو الذي يتحكم في الصفة، أو نقول بأن البروتين يراقب الصفة. الآن من بعد ما شفنا هذه العلاقة بروتين صفة، فغندوزو للعلاقة الثانية أو الجزء الثاني هو العلاقة مورثة بروتين. ولهذا الغرض غنرجعوا لنفس المثال اللي هو المشكل اللي كان عندنا بالنسبة للخضاب الدموي. فالخضاب الدموي قلنا هو بروتين، إذن هو سلسلة من الأحماض الأمينية. في الحقيقة نلقاو مجموعة من سلاسل من الأحماض الأمينية ندمجوها في مجموعتين، مجموعة ألفا والمجموعة بيتا، وغادي نمشيو بالضبط للجزء النهائي أو الأخير من سلسلة بيتا عند الشخصين، سواء الشخص اللي هو مصاب بفقر الدم المنجلي اللي قلنا الخضاب الدموي ديالو غير عادي من النوع HBS، أو الشخص العادي المرجعي الذي خضابه الدموي من النوع HBA. بالتالي كتلاحظوا فمباشرة غير كنشوفوا HBA كبروتين أو خضاب دموي، فكنعرفوا هل الشخص مصاب بفقر الدم المنجلي أو لا. ولهذا قلنا سابقا بأن شكل البروتين أو نوع البروتين اللي هو مثل HBA أو HBS يحكم مباشرة على الشخص هل هو مصاب أو غير مصاب. فهذا كيعطينا ميزة أساسية بالنسبة للبروتين. ما هو البروتين؟ البروتين هو عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية شفتوها في السنة الأولى من البكالوريا، باعتبار البروتينات هي مواد عضوية. لكن هذه السلسلة من الأحماض الأمينية عندها مميزات أساسية اللي غتخلينا ندرسوا هذا الفرق بين الخضابين الدمويين HBS و HBA والسبب ديال التغير الذي حدث داخل هذا البروتين. من هذه المميزات أو من أهم مميزات البروتينات أنها هذه الأحماض الأمينية ديالها أو السلسلة ديال هذه الأحماض الأمينية مضبوطة من حيث أولا عددها، أي أن عدد الأحماض الأمينية داخل البروتين يجب أن يبقى ثابتا. إذا تغير هذا العدد يعني زيادة أو نقصانا فإن البروتين يجب أن يتغير بالضرورة. ثم غادي نلقاو الميزة الثانية وهي الطبيعة. طبيعة ماذا؟ طبيعة هذه الأحماض الأمينية. وبالتالي إذا تغيرت طبيعة ولو حمض أميني واحد داخل سلسلة من الأحماض الأمينية اللي فيها الآلاف من هذه الأحماض الأمينية، تغير طبيعة حمض أميني واحد تؤدي بالضرورة إلى تغير طبيعة البروتين، أي أن البروتين الجديد اللي تغير في هذا الحمض الأميني فماشي هو البروتين الأصلي. الميزة الثالثة والأخيرة وهي الترتيب. ترتيب أحماض أمينية داخل السلسلة اللي هي البروتين هو ضروري، بحيث أنه إذا تغير ترتيب الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين يجب أن تتغير طبيعة البروتين. ونرجع الآن من بعد ما عرفنا هذه المميزات الثلاث، علاش عطينا هذه المميزات الثلاث؟ لأننا غندرسوها، غادي نشوفوا هل السبب ديال تغير الخضاب الدموي العادي HBA إلى خضاب دموي غير عادي HBS ممكن أن يكون بأحد هذه الأسباب الثلاث، أو ممكن أن يكون بكل هذه الأسباب. إذن فغادي نأخذ المقارنة بين السلسلة ديال الأحماض الأمينية عند نوعي الخضاب الدموي HBA و HBS، وغادي نلقاوها عندنا بالنسبة لخضاب دموي غير عادي غنأخذ فقط مجموعة ضعيفة من الأحماض الأمينية اللي تتهمون في نهاية السلسلة، والتي تبدأ عندنا من الأسفل ب
VAL بمعنى لافالين، ثم الهيستيدين، ثم اللوسين، تريونين، برولين، فالين جديدة، وغليتامين. إذن هاد الأحماض الأمينية اللي عندنا هنا فهي ترتبط فيما بينها لكي تشكل نهاية هذه السلسلة بيتا. غادي نشوفوا الآن عند الشخص العادي، عند الشخص العادي غادي نلقاو فالين مجموعة من الأحماض الأمينية وانتهاء بالفيتامين في الأعلى. في طبيعة الحال هذا فقط جزء بسيط جدا من سلسلة الأحماض الأمينية التي تكون البروتين عند الشخصين. فغندير واحد المقارنة في الأسفل أو في بداية السلسلة من الأسفل، عندنا عند الشخصين معا أو عند نوعي الخضاب الدموي HB أو HBS نفس الحمض الأميني فالين، ثم يتوالى التماثل في الحمض الأميني الثاني الثالث والرابع تريونين برولين والأخير أيضا اللي هو غليتامين. بينما الاختلاف الوحيد اللي عندنا هو على هذا المستوى، حيث يتم تعويض الحمض ديال الغليتامين بحمض الفالين. إذا غادي نرجعوا لهذه المميزات الثلاث اللي قلنا، ما الذي أدى إلى تغير خضاب دموي من HBA عادي إلى HBS يصيب بفقر الدم المنجلي، وهو طبيعة الأحماض الأمينية أو طبيعة حمض أميني واحد اللي هو الغليتامين الذي تحول إلى الفالين. إذن هذا يؤكد بأن المميزات الثلاث التي ذكرناها سابقا هي معتمدة في تفسير تغير الخضاب الدموي من عادي إلى غير عادي، ولقينا أنه بالضبط الطبيعة للحمض الأميني رقم 6 في هذه السلسلة، ورتبهم فقط باعتماد أرقام من 1 في الأسفل إلى الأعلى، الأعلى غنلقاو رقم 7، وقبل منه طبعا غتكون رقم 6. إذن تغيير طبيعة الحمض الأميني رقم 6 أدى إلى تغيير البروتين بأكمله، وهو الذي أدى إلى تغيير الصفة أو الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي. وبالتالي نستنتج بأنه أدى تغير طبيعة حمض أميني واحد داخل هذه السلسلة أو داخل على الأقل هذا الجزء البسيط من السلسلة البروتينية إلى تغير طبيعة البروتين، وتغير طبيعة البروتين أدت إلى تغير الصفة. إذن نتأكدنا بالضبط بأن هناك علاقة أساسية بين البروتين والصفة. لكن السؤال الأساسي اللي غادي يخلينا ندوزو إلى ما تبقى من هذا الشريط، وهو ما هو السبب الرئيسي في تحول الخضاب الدموي HBA إلى HBS؟ بمعنى آخر، ما هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تغير طبيعة الحمض الأميني السادس من غليتامين إلى فالين، وهو اللي غيفسر لنا العلاقة مورثة بروتين. فحنا ملي لقينا هذا التغير في طبيعة الحمض الأميني السادس، شكينا بأنه ربما جزيئة الADN أي خبر وراثي هو المسؤول عن هذا التغير في طبيعة الحمض الأميني، وبالتالي المسؤول عن الإصابة بالمرض الناتج عن تغير شكل الكريات الحمراء. فخدينا جزء من المورث المسؤول عن تركيب HBA، فترجعوا إلى شكل المورثة ومكوناتها. المورثة هي جزء من جزيئة ADN، هي مقطع فقط من جزيئة ADN، وفي هذا المقطع غادي نلقاو أنه لدينا لولبين. يجب أن تظهر المورثة بشكل لولبين. اللولب الأول مكون فقط من نيكليوتيدات اللي كيهمنا فيها هو هذه القواعد الأزوتية، واللولب الثاني هو مقابل له، ويجب أن يكون أو تكون القواعد الأزوتية مكملة للقواعد المقابلة. السي لا ترتبط إلا بالجي، و لا ترتبط إلا بالتي، وبالتالي هذا الارتباط بين اللولبين هو اللي كيعطينا هذا الجزء من المورث الذي ندرسه، وهي مورثة مسؤولة عن تركيب HBA. ندرس الآن بالنسبة للحالة ديال HBS، بروتين HBS، ونشوف أيضا نفس الجزء من هذا الجزيئة ديال الADN، فغادي نلقاه بهذا الشكل لولبين أيضا، وغادي نلقاه أن هناك ارتباط بين هذين اللولبين بشكل يحترم نظام التقابل بين القواعد الأزوتية A مع T و C مع G. واللي غادي نلقاه هو أنه كل حمض أميني تتم مراقبته بثلاث نيكليوتيدات، حمض أميني الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس إلى الحمض أميني الأخير. نفس الشيء بالنسبة للـ HBS، فكل حمض أميني تتم مراقبته بثلاث نيكليوتيدات،
وبالتالي نقول بأن هناك مراقبة معينة بحيث أن كل ثلاثي نيكليوتيدي على مستوى جزيئات الدائن هو يراقب أحد أحماض أمينية، يراقب بمعنى يتحكم في تواجد هذا الحمض الأميني بطبيعة محددة. وبالتالي جينا الآن لهذه المقارنة. في هذه المقارنة غادي نلقاو بالنسبة للفارين، وغادي ناخذ لاحظتوا بأنه عندنا أحد اللولبين فقط ديال جزيئات الـ ADN هو اللي كنخدمو به، سواء تعلق الأمر بالمورث المسؤول عن تركيب HBA أو المسؤول عن تركيب HBS. فكنلقاو لولب واحد من اللولبين، وهذا يمكن من القول بأن عند مراقبة جزيئات ADN أو المورثات لتركيب بروتينات فإن هذا لا يتم إلا بواسطة أحد اللولبين وليس اللولبين معا. إذا الآن غادي نمشيو للمقارنة، لاحظتوا بالنسبة لحمض الفارين هو موجود عند الاثنين، والثلاثي النيكليوتيدي اللي عندنا إذا قريناه من الأسفل إلى الأعلى غنلقاو سي أ سي، نفس الشيء بالنسبة لـ HBS سي أ سي. الهيستيدين الموجود عندهما معا شنو كتلاحظوا؟ عندنا هنا جي تي جي وعندنا أيضا جي تي جي، إذا لم يتغير ثلاثي النيكليوتيدي أو على الأقل لم يتغير أي نيكليوتيد داخل هذا الثلاثي. غنبقاو غادي مع اللوسين غادي نلقاو نفس الشيء، عندنا نفس ثلاثي النيكليوتيدي على مستوى المورثتين معا. ثم الحمض الأميني الرابع غادي نلقاو نفس التركيبة من حيث ثلاثي النيكليوتيدي وبنفس الترتيب وبنفس عدد النيكليوتيدات. ثم الحمض الأميني الخامس برولين غادي نلقاو جي جي تي اللي قريناه من الأسفل، نفس الشيء جي جي تي. بالنسبة للحمض الأميني الأخير غادي نلقاو نفس الشيء سي تي سي سي تي سي. الحمض الأميني اللي كيهمنا وهو ستة، فغنلقاو سي أ سي بالنسبة للمورث المسؤول عن تركيب أش بي إس، بينما المورث المسؤول عن أش بي أ كنلقاوها سي تي سي. إذا شنو اللي وقع هنا؟ وقع فقط تغيير طبيعة النيكليوتيد اللي كاين عندنا في الوسط. هنا كان عندنا في الأصل تي عند الشخص العادي وعند المورث المسؤول عن تركيب خضار دموي عادي، بينما عند الشخص اللي عنده المشكل ديال تواجد HBS داخل الكريات الحمراء ديالو تم تعويض القاعدة تي بالقاعدة A. إذا الذي أدى إلى تغير البروتين بأكمله قلنا هو تغير هذا الحمض الأميني رقم 6 من جلوتامين إلى فالين. ما هو المسؤول عن تغيير طبيعة هذا الحمض الأميني السادس؟ وهو تغير في طبيعة نيكليوتيد واحد أو قاعدة أزوتية واحدة عوض تي، تم استبدال تي ب أ. وبالتالي يمكن أن نستنتج بأنه تغير طبيعة قاعدة أزوتية واحدة اللي شفناها هي تي تحولت إلى أ، فهذا التغير تم بطبيعة الحال على مستوى المورثة اللي هي مقطع من جزيئات ADN، وأدى هذا التغير إلى تغير الحمض الأميني الموافق وبالتالي تغير طبيعة البروتين بأكمله. ما ننساوش بأن الذي يحكم على طبيعة البروتين هي ثلاث أمور: أولا عدد أحماض الأمينية، ثانيا طبيعتها، ثالثا ترتيبها، أي أنه داخل هذا البروتين الأصلي والعادي. إذا تغير أحد أحماض الأمينية من حيث الطبيعة فيتغير البروتين بأكمله، أو تغيرت أعداد أحماض أمينية، هنا عندنا 7 ونفترض بأنه ولا عندنا إما 6 أو 8 أحماض أمينية، ما بقاش عندنا 7، إذا سوف يتغير البروتين. أو إذا تغير ترتيب هذه الأحماض الأمينية، بمعنى أنه إلا حافظنا على هذه الأحماض الأمينية نفسها بطبيعتها ولكن جبنا الحمض الأميني هيستيدين في بلاصة اللوسين واللوسين اختار بلاصة هيستيدين فتتغير طبيعة البروتين أيضا. ما هو السبب ديال كل هذا التغير الذي يمكن أن يلحق البروتين؟ وهو المورثة، ولهذا نقول بأن المورثة تراقب البروتين أو تراقب تركيب البروتين. شناهي تراقب؟ بمعنى هي التي تتحكم في تركيب البروتين، واللي شفناه بالنسبة لهذا البروتين أنه هو أيضا يراقب الصفة، ومنه كنخرج العلاقة مورثة بروتين صفة، وجبناها من المقارنة بين الخضاب الدموي غير العادي HBS والخضاب الدموي العادي HBA. إذا كنتيجة عامة هناك علاقة بين المورثة والبروتين والصفة، بحيث أن المورثة تراقب البروتين أو تتحكم في البروتين الذي يتحكم في الصفة.
إذا غيرنا المورث، شنو التغيير ديال المورث؟ قد يكون تغيير بسيط جدا اللي هو كما شفنا هنا تعويض قاعدة أزوتية أو استبدالها بقاعدة أزوتية أخرى، علما بأن المورث غادي يكون فيها الآلاف والملايين من هاد النيكليوتيدات اللي فيها هاد القواعد الأزوتية، ومع هذا فتغيير قاعدة أزوتية واحدة أو نيكليوتيد واحد سيؤدي إلى تغيير الحمض الأميني الموافق، وهو الذي يؤدي إلى تغيير طبيعة البروتين بأكمله. الحاجه الجديده والمهمه ايضا واللي غادي نحاولوا اننا نركز عليها وندرسوها ونفسروها ايضا في الفيديوهات المقبله، وهي هذه العلاقه بين المورثه والاحماض الامينيه، اي العلاقه بين النكليوتيدات ديال اللولب المراقب للبروتين وطبيعه وعدد وترتيب هذه الاحماض الامينيه. فاذا لاحظنا بان ركزنا على القول بانه كل ثلاث نيكليوتيدات اللي كنسميوها ثلاثي نيكليوتيدي تراقب احد الاحماض الامينيه، ماذا تراقب في هذا الحمض الاميني؟ تراقب موقعه وطبيعته واعداد الاحماض الامينيه بشكل عام داخل البروتين. اذا بالاضافه الى الاستنتاج اللي قلناه انه المورثه تراقب تركيب بروتين الذي بدوره يراقب الصفه، فكشفنا نسبيا عن طريقه المراقبه، حيث يتحكم كل ثلاثي نيكليوتيدي، يعني كل ثلاث نيكليوتيدات، شنو هو النيكليوتيد؟ فقط هو قاعدة أزوتية مرتبطة بسكر ريبوزي ناقص أكسجين مرتبط بحمض فوسفوري. فباش ما كنبقاوش نعاودو في كل هاد الجزيئات، عطينا اسم اللي هو النيكليوتيد. هاد ثلاثي نيكليوتيد كل واحد فيهم يراقب أحد أحماض الأمينية، يتحكم في أحد أحماض الأمينية، وبالتالي فكل تغير في طبيعة أو ترتيب أو عدد النيكليوتيدات سيؤدي بالضرورة إلى تغيير البروتين الموافق، لأننا غنغيرو على الأقل أحد أحماض الأمينية، وإذا تغير البروتين طبيعي أن تتغير الصفة. إذن إذا كان هذا التغير مفاجئ وغير متوقع فإننا نسميه الطفرة، وهنا زدنا في المفهوم الأصلي للطفرة اللي قلنا هو تغير مفاجئ وغير متوقع يلحق أساسا بالصفات، بمعنى تغير صفة أو إزالتها أو إضافة صفة جديدة. فالطفرة الحقيقية اللي عندنا تمت على هذا المستوى في الثلاثي النيكليوتيدي الموافق للفالين، تغير أحد النيكليوتيدات اللي هو النيكليوتيد أوسط تي وتم استبداله بالنيكليوتيد أ. إذا هذا التغير هو تغير مفاجئ غير متوقع، أدى إلى تغيير طبيعة الحمض الأميني الموافق وتغيير طبيعة الحمض الأميني داخل السلسلة، السلسلة بأكملها اللي هي البروتين سوف تتغير، وهذا كيعطينا المفهوم ديال الطفرة كاستكمال للمفهوم الأولي للطفرة اللي شفناه في الفيديو السابق. الآن عندنا واحد إشكال آخر جديد اللي غادي يخلينا ندوزو للفيديوهات المقبلة، وهو أنه إذا كان جزيئة الدي إن موجودة داخل النواة ولا تغادر النواة، فكيف سوف تتحكم في تركيب البروتينات الذي يتم على مستوى السيتوبلازم؟ إذا هنا هذه العلاقة بين الدي إن وتركيب بروتينات تظهر بأنها ليست علاقة بسيطة، بل علاقة تحتاج إلى مجموعة من التجارب ومجموعة من المعطيات لكي نفهمها. ما الذي يمكن جزيئة الدي إن والمورثات ديال جزيئة الدي إن من التحكم والمراقبة ديال تركيب بروتينات رغم اختلاف موقعهما ورغم كون جزيئة الدي إن غير قادرة على مغادرة النواة في اتجاه الموقع الذي سوف تتم فيه تركيب البروتين؟ فهذا كيخلينا تساؤل اللي غادي نحاول نجاوبو عليه في الفيديوهات المقبلة. وفي انتظار ذلك كنتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وإلى اللقاء.